السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نتحدث عن عملية التحكم بإفراز الهرمونات. بالنسبة لعملية تحكم إفراز الهرمونات، هي العملية التي تنظم معدل الإفراز بحيث لا يحدث زيادة في الإفراز أو نقص في إفراز هذا الهرمون. عملية الهرمون سيكريشن كنترول تحدث بواسطة إشارة عصبية، اللي هو بواسطة اللي هو نيرفس سيستم، سيجنال من النيرفس سيستم. شغلة تانية بواسطة تغيرات كيميائية بتكون موجودة في البلط، أو ممكن يكون هرمون آخر هو اللي بيتحكم في إفراز هذا الهرمون. غالبية الهرمونات بتتم عملية الكنترول إلها بآلية نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. ما هي النيجاتيف فيدباك ميكانيزم؟ النيجاتيف فيدباك ميكانيزم هي عبارة عن عملية بتمنع النشاط الزائد للهرمونات، وبالتالي هيتحكم في الغالب النيجاتيف فيدباك ميكانيزم. هاي العملية بتتحكم مش في عملية إفراز معدل إفراز الهرمون أو خروج الهرمون، وإنما بتتحكم في معدل نشاط الخلية المستهدفة بواسطة هذا الهرمون. عملية الفيدباك ريجوليشن للهرمونات تحدث على كل المستويات، ممكن تحدث على مستوى الجين ترانسكريبشن وترانزليشن، وممكن وهذه العملية بتتداخل في عملية اللي هو أيضا تتحكم في عملية خروج الهرمون من أماكن تخزينه. تمام، العملية هذه تتم عن طريق اللي هو الـ HPA axis، والمقصود فيه هو الهايبوثالامو بيتيوتري أدرينال axis، يعني عن طريق ثلاث غدد رئيسيات. غدة الهايبوثالاموس وهي تحت المهاد، البيتيوتري اللي هي الغدة النخامية، الأدرينال اللي هي الغدة الكظرية، وهذا ما يسمى بالكومبلكس نيجاتيف فيدباك. اذا ال HPA axis هو اللي بيتحكم في هذه الهرمونات وسميناه كومبلكس نيجاتيف فيدباك. الان الكومبلكس نيجاتيف فيدباك يستجيب كالتالي: بتيجي اشاره عصبيه من السنترال نيرفس سيستم تؤثر على الهايبوثالاموس، تحفزها لانتاج هرمونات تسمى هايبوثالاميك هرمونز. الهايبوثالاميك هرمونز تؤثر على الهايبوفيسز. الهايبوفيسز هي عباره عن او الادينو هايبوفيسز هي عباره عن الغده، اسم اخر للغده النخاميه. فالهايبوثالاميك هرمونز تؤثر على الادينو هايبوفيسز او البيتيوتري جلاند، بتخليها تفرز هرمونات وسميناها ادينو هايبوفيسيال هرمون. هاي الهرمونات بتؤثر على غدد اخرى، وهي الغدد تستجيب لهذا الإشارة الهرمونية بإفراز هرموناتها، وهي الهرمون يؤثر على التشو، على النسيج المستهدف أو الخلايا المستهدفة التارجت تشو. الآن مجرد ما تستجيب التشو لهذا الهرمون، هاي الاستجابة هي بحد ذاتها تعتبر نيجاتيف فيدباك، بمعنى إنه الإشارة اللي نتجت من تأثير الهرمون على هاي الخلية هي التي تعتبر إشارة واقفة أو إشارة بتمنع إفراز الزائد للهرمونات على مستوى الأدرينال جلاند، على مستوى الهايبوثالاموس، وأيضا على مستوى الإشارة العصبية الواصلة من السنتر نيرفس سيستم. الآن غالبية عملية الريجوليشن للهرمونات تتم عن طريق نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. فتبدأ هاي العملية أنه لازم يكون هناك ستيمولس أو مؤثر أو محفز يحفز هذه العملية، وهذه العملية هي تسمى ريليز أوف هرمون. تمام، إذا أول حاجة في عندي محفز يحفز إطلاق الهرمون، الهرمون استجاب لهذا المحفز بأنه صار فيه، أو الغدة استجابت لهذا المحفز بأنها أطلقت الهرمون هذا. بعد هيك الهرمون يصل إلى مجرى الدم ويصل إلى الخلايا المستهدفة، يرتبط بالريسبتورز تبعتها، ومجرد ما تستجيب الخلايا المستهدفة إلها ويبدأ نشاطها في الجسم، نشاطها بحد ذاته، النشاط اللي حدث من قبل هذه الخلية بسبب ارتباط الهرمون على الريسبتور تبعتها هو اللي ببطئ عملية نشاط الهرمون أو عملية إفراز الهرمون، فبصير سلو داون أو تيرن أوف، حتى وقف كامل لإفراز هذا الهرمون. وكمثال عليها عملية الريجوليشن لمعدل الجلوكوز في الجسم اللي حنحكي عنه. الآن بمجرد ما يحدث عملية تناول للطعام، هاي هو ستيمولس. تناول الطعام بيعمل عملية رفع لمعدل الجلوكوز، فبالتالي ستيمولس أو المؤثر اللي حفز العملية هي ارتفاع معدل الجلوكوز في الجسم. ارتفاع معدل الجلوكوز في الجسم بحفز غدة البنكرياس إنها تفرز الأنسولين. الأنسولين يؤثر على الليفر، على الكبد، بخليها تحفز عملية التيك أب للجلوكوز، اللي هو استخدام الجلوكوز وتحويله إلى جلايكوجين. إذن يخزن الجلوكوز
على هيئة جلايكوجين كاستجابة للأنسولين، فبالتالي هذا العملية حفزت انخفاض معدل الجلوكوز، وأيضا تحفز الخلايا الأخرى أنها تستخدم الجلوكوز، تستفيد منها في طاقتها وتخزينها في خلاياها واستفادة منها على هيئة ATP. هذه العملية أدت إلى خفض معدل الجلوكوز في الجسم. الآن هذا التغير الكيميائي اللي صار في الدم هو نقص معدل الجلوكوز أثر على البنكرياس ومنع إفراز الأنسولين. هذا اللي بخلي أنه يرجع معدل الجلوكوز للوضع الطبيعي، أنه الخلايا استخدمتها، بالتالي طالما رجع الجلوكوز لمعدله الطبيعي بحد ذاتها توقفت إشارة الإشارة اللي واصلة للبنكرياس أنها تفرز أنسولين، وهذا بنسميها النيجاتيف فيدباك. أما البوزيتيف فيدباك فهي أمثلة بسيطة جدا في الجسم تستجيب للبوزيتيف فيدباك. إيش معنى بوزيتيف فيدباك أو سميناها ليش بوزيتيف؟ لأنه كل ما أجت الإشارة كل ما سرعت من الإشارة الأصلية، بمعنى أنه تسبب اللي هو زيادة في إفراز الهرمون، وهذا يحدث هاي العملية بتخلي إنه العملية إطلاق الهرمون مستمرة وسرعة نشاط العملية أصبحت سريعة، بزود من سرعتها. والمثال عليها اللي هو إفراز الحليب من الغدد اللبنية، وهذا يحدث لما تبدأ الأم تطعم جنينها، يبدأ الجنين أو سوري عفوا تطعم طفلها، هذا الطفل بيبدأ يعمل عملية فاكينج، مص للحليب من حلمة الثدي. هذا بحد ذاته حلمة الثدي فيها اللي هو أعصاب، هذه الأعصاب بتوصل إشارة للهايبوثالاموس بسبب المص أو الساكينج، هذا تبدأ الهايبوثالاموس تبدأ تعطي إشارة للبيتيوتري جلاند إنها تعمل على إطلاق هرمون الأوكسيتوسين اللي هي خزنته في البستيريول جلاند أو في البستيريول بيتيوتري جلاند، يعني في الشق أو الفص الخلفي من الغدة النخامية. وبيبدأ هذا الأوكسيتوسين يؤثر على هرمون على الغدد اللبنية وبيحفز عملية إطلاق الحليب أكثر. كل ما الطفل عمل ساكن كل ما أصبح هناك حليب أكثر موجود في الثدي، وبيبدأ يكتمل عملية إطعام الطفل، وهذا ما يسمى بالبوزيتيف فيدباك. بدنا نشوف كيف الهايبوثالاموك تتحكم بالإندوكراين بالإندوكراين سيستم بشكل عام. إذن الهايبوثالاموك هي المايستر، هي عبارة عن المايستر، هي عبارة عن الغدة التي تتحكم في الإندوكراين سيستم بشكل عام. الهايبوثالاموس تراقب نشاط الغدد الصماء عن طريق إنها بتحفز عملية إنتاج لهرمونات، وهي الهرمونات تبعتها تؤثر على الأنتيريور بيتيوتري جلاند، على الفص الأمامي من الغدة النخامية. كيف بتأثر؟ بتفرز الريجولاتور هرمون، في نوعين من الريجولاتور هرمون التي يفرز من الهايبوثالاموس ويؤثر على الانتيريو بيتيوتري جلاند. هاي الهرمونات هي ريليزنج هرمون وانهبيتور هرمون، تمام؟ ريليزنج من اسمه معناته بيحفز اطلاق هرمون، اما الانهبيتور هرمون بيثبط اطلاق الهرمون. اذا الهايبوثالاموك عن طريق نشاطها اللي بتاثر فيه على الانتيريو بيتيوتري جلاند فهي تؤثر على الاندوكراين اورجانز بطريقه اندايركت، بطريقه غير مباشره، تمام؟ اذا الهايبوثالاموس في تواصل ما بينها وما بين البيتيوتري جلاند، في هناك اتصال مباشر ما بينها وما بين البستيريو بيتيوتري جلاند، فهنا بتحفز اللي هو الهايبوثالاموس بتبدا انها تخزن هرمونات اثنين حنحكي عنهم مستقبلا، تخزنهم في البستيريور بيتيوتري جلاند، تمام؟ وعملية إطلاق هاي الهرمونات اللي تم تخزينها في القص الخلفي من الغدة النخامية بيتم عن طريق اللي هو إشارة تصلها من الهايبوثالاموس. أيضا في عنا الفص الأمامي للغدة النخامية هو الفص المفرز لهرمونات، وهذا الإفراز بسبب إشارة وصلت من الهايبوثالاموس إما inhibitory hormones أو ريليزنج هرمون أثرت على البيتيوتري، تمام؟ الآن الهايبوثالاموس برضو هي بحد ذاتها تفرز هرمونات، ليست فقط إنها هرمونات بغرض الكنترول فقط، لا، لكن الهايبوثالاموس إلها إنتاج لهرمونات اثنين، هاي هرموناتها تخزن في البستيريور بيتيوتري جلاند. هاي الهرمونات هي الأوكسيتوسين ويفرز من خلايا تسمى بارافنتيكولار نيوكليوس، والأنتيديوريتيك هرمون أو الهرمون المضاد للتبول ويفرز من خلايا تسمى سوبرا أوبتيكال نيوكليوس. هاي الهرمونات تفرز من الهايبوثالاموس وتخزن في البستيريور بيتيوتري جلاند، ولا تخرج من البستيريور إلا بإشارة من الهايبوثالاموس، تمام؟
الآن الهايبوثالاموس بإفرازها للأنتيديوريتيك هرمون تؤثر بشكل مباشر على الأدرينال مظلة، على غدة الأدرينال إجلاند، على اللي هو لب الغدة. في الأدرينال إجلاند تكون من شقين، كورتكس القشرة والمظلة اللي هو النخاع للأدرينال إجلاند. إذا بتأثير بإفراز الأنتيديوريتيك هرمون من الهايبوثالاموس وتخزينه في البستيريو بيتيوتري أثر بشكل مباشر على الأدرينال إجلاند. طيب إذا الأدرينال الإندوكراين ستراكشر أو الإندوكراين اللي تساعد على إفراز هرموناتها تستجيب لإشارة عصبية من السنترال نيرف سيستم. إذا الهايبوثالاموس لإنتاج إفرازاتها، لإنتاج هرموناتها، إذا الهايبوثالاموس تعتبر ريجولاتوري جلاند وبنفس الوقت سكريتوري جلاند. ريجولاتوري لأنها أفرزت ريليزنج وإنهبيتوري هرمونز، وبنفس الوقت هي سكريتوري هرمون لأنها أنتجت هرمونات الزيتوسين والأنتيديوريتيك هرمون. طبعا عملية إنه بيحفز الهايبوثالاموس إنها تنتج هاي الهرمونات هو بتأثير من السيمباثيتك نيرفس سيستم. تمام، وايضا بتاثيرها على الانتيريور بيتيوتري جلاند فهي تؤثر بشكل اندايركت على الغدد الصماء الاخرى. تمام، اذا الهايبوثالاموس بتفرز هرمونات ريليزنج هرمون وانهبيتوري هرمون تتداخل او هي اللي بتاثر على الانتيريور بيتيوتري هرمون سيكريشن، اما بتثبط او بتساعد في افراز هرمونات الغده النخاميه. الهايبوثالاموس ايضا لها دور مهم جدا في افراز هرمون الزيتوسين وهرمون الانتيديوريتيك هرمون مضاد للتبول وتخزنهم في البستيريور لوب للبيتيوتري اجلاند، وعمليه اطلاقها من البستيريور بيتيوتري اجلاند ما بيتم الا باشاره من الهايبوثالاموس. هذه الافرازات هي تؤثر بشكل مباشر على الادرينال مظله. تمام، والهايبوثالاموس استجابتها لانتاج هذه الهرمونات تمت باشاره من الجهاز العصبي السيمباثيتك سيستم. الان الهرمونات بعد ما يحدث تأثيرها ويتم وتنتهي دورها في الجسم لابد من انه يصير لها عملية كليرنس. الكليرنس هي عبارة عن معدل اختفاء الهرمون من البلازما او معدل انخفاض الكونسنتريشن تبعه من البلازما. تمام، وهذا يحدث باربع ميكانيزمات اساسية، انه ممكن يصير للهرمونات عملية ميتابوليك ديستركشن، تحطيم بواسطة انزيمات موجودة في النسيج نفسه. اثنين، ممكن ترتبط بأنسجة أخرى ويعمل عملية ريسايكل لهذه الهرمونات. وشغلة ثانية، ممكن يخرج عبر الليفر، يحدث لها اكسكريشن بواسطة الكبد عن طريق اللي هو العصارة الصفراوية، وهذا يحدث للتخلص من الستيرويدز هرمون. والستيرويدز هرمون زي ما حكينا سابقا بتكون مرتبطة ببلازما بروتين، وهذا اللي بيخليها انه عمرها طويل، الهاف لايف تبعتها بتكون طويلة. تمام، زي اللي هو هرمونات الغدة الدرقية عمرها الافتراضي تقريبا في الجسم من يوم الى 6 ايام. اما الاكسكريشن بواسطة الميكانيزم الرابع هو عملية خروج بواسطة الكلية عن طريق البول، وهذا يحدث للهرمونات الذائبة في الماء زي البيبتايد هرمون والكاتيكولامينز. الكاتيكولامينز هم الابنفرين والنور ابنفرين، الادرينالين والنور ادرينالين هم الكاتيكولامينز، هي تعتبر هرمونات ذائبة في الماء، بالتالي الهاف لايف تبعتها او عمرها في الجسم قليل. يعطيكم العافية.